رحيل الشاب اللاعب محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ عن عمر يناهز 24 عاما إثر توقف مفاجئ لعضلة القلب. في خبر صادم أثار الحزن في الوسط الرياضي، فقد أعلن نادي كفر الشيخ وفاة لاعبه الشاب محمد شوقي عبد العزيز إبراهيم يوم الثلاثاء 19 نوفمبر بعد توقف عضلة القلب أثناء مباراة كرة قدم. اللاعب الذي كان يبلغ من العمر 24 عاما دخل المستشفى إثر انهياره المفاجئ خلال مباراة أقيمت يوم الأربعاء 14 نوفمبر على ملعب الزرقاء، حيث أوضحت مديرية الشؤون الصحية بدمياط أن اللاعب محمد شوقي نقل إلى مستشفى الزرقاء المركزي بعد إصابته بتوقف مفاجئ لعضلة القلب خلال المباراة، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة لإنعاشه ووضعه على جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة إلا أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير. وفي الرابعة فجرا يوم الثلاثاء فاضت روح اللاعب إلى بئره إلى ربها وعدم استجابته لمحاولات الإنعاش القلبي. من جانبه قد أوضح وقال الدكتور جمال شعبان استشاري القلب ومدير معهد القلب سابقا في تصريحات خاصة لصدى البلد أن وفاة اللاعب محمد شوقي تسلط الضوء على واحدة من أكثر الحالات الصحية خطورة التي قد تؤدي إلى الموت المفاجئ، وهي توقف عضلة القلب. يعرف هذا التوقف بأنه خلل مفاجئ في النشاط الكهربائي للقلب مما يؤدي إلى توقفه عن ضخ الدم. معنى الأسباب لتوقف عضلة القلب فهي كالآتي: أولا اضطراب في النبض مثل الرجفان الباطني، اعتلال عضلة القلب بسبب تضخم أو ضعف عضلة القلب، تلف الشرايين التالية نتيجة أمراض القلب المزمنة. رابعا التهاب عضلة القلب غالبا بسبب عدوى فيروسية، الإجهاد البدني الزائد خاصة في الرياضيين، اختلال أملاح الدم كالنقص الحاد في البوتاسيوم أو المغنيسيوم. بينما قد لا تظهر أي علامات واضحة قبل توقف القلب المفاجئ للأسف، إلا أن هناك بعض الأعراض التحذيرية التي يجب الانتباه إليها خاصة في الرياضيين، وهي ألم مفاجئ في الصدر، صعوبة في التنفس أو ضيق شديد، الإحساس بالخفقان أو عدم انتظام ضربات القلب، الشعور بالإغماء أو فقدان الوعي المفاجئ، رهاق شديد غير مبرر. حالة اللاعب محمد شوقي تعيد فتح النقاش حول أهمية الفحوصات الطبية المنتظمة للرياضيين. هذه الكشوفات يمكن أن تساعد في اكتشاف مشاكل القلب الخفية قبل أن تتحول إلى مأساة، كما تبرز الحادثة الحاجة إلى وجود فرق طبية مؤهلة وأجهزة إنعاش في كل الملاعب الرياضية لتقديم المساعدة العاجلة في مثل هذه الحالات الطارئة. مشاهدينا، إلى هنا تنتهي هذه التغطية، بنشكركم على طيب المتابعة، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.